هاي اقوى صينية بطاطا بالفرن ممكن تعملوها بحياتكم. صينية بطاطا بالفرن مع الدجاج، شو بدها جنبها؟ بسم الله ما شاء الله. هاي اطيب تتبيلة لصينية البطاطا مع الدجاج بالفرن. بتشهي نبضات القلب. هاي الثوم والليمون هو اللي بجيب طعمة الصينية. هلا بنسمي بسم الله ونصلي على رسول الله. عندي هون تقريبا شي 2 كيلو من البطاطا بدي اقشرهم. كل بدي اغسلهم بشكل منيح بالمي. الثوم بدي اقطعهم شرحات رقيقة. بقطعهم بدي احطهم بالصينية. عندي هون دجاج نقعته بالخل والملح والليمون لمدة نص ساعة. هلا الفخذ مشرحه تشريح والصدر مشرحه تشريح، ليش؟ مشان التتبيلة تفوت لجوا. هلا بدي اضيفهم فوق البطاطا. عندي 7 سنان توم بدي ادقهم مع شوية ملح هرسا مبرحا. طبعا صينية الدجاج بدون توم لا تعتبر صينية دجاج. التوم هو اللي بيجي بطعمته. بدي اضيف عليهم تقريبا شي 5 معالق كبار من اللبن. بدي تقريبا شي معلقة كبيرة من صلصة البندورة. واللي عنده دبس فليفله يحط دبس فليفله. انا بصراحه ما عندي. بدي شويه دبس رمان، يعني تقريبا شي معلقتين كبار. عن جد دبس الرمان بيعطيها طعم ولا اطيب من هيك، جربوها. بدي معلقه كبيره من الكمون، ومعلقه كبيره من الكزبره الناشفه، وبدي معلقه كبيره من الفليفله الحمراء. بدي نص معلقه صغيره من الهيل الناعم. ما تكتروا هيل انه بيطعم معكم. بدي معلقه صغيره من الفلفل الاسود، وبدي معلقة كبيرة من الملح ممسوح. بدي تقريبا شي كاسة من زيت الزيتون. هلا بدي اخلطهم بشكل منيح. هلا ممكن هاي التتبيلة كلها تحطوها بالخلاط وتطحنوها. شايفين هيك التتبيلة عندي جاهزة. ولا اجمل من هيك تتبيلة. هلا بدي افضيها فوق الصينية. هلا بدي اخلطها بشكل منيح. شايفين لون التتبيلة ما أحلى طالع؟ ريحتها بتشهي نبضات القلب. وهيك بعد ما فردتها بهذا الشكل ووزعت الدجاج على كل الصينية، هلا لازم نسكرها بالقصدير. ليش؟ مشان تستوي معي بشكل منيح. هلا شو بنعمل؟ ندخلها على الثلاجة. شو ثلاجة؟ ندخلها على الفرن لمدة ساعة إلا ربع على درجة حرارة 200. طبعا نسيت حط لها فليفلة. حط لها 3 قرون فليفلة حدة. طبعا هاي اختيارية، يعني ممكن تضيفوها ممكن لا. هلا بنرجع نغطيها وعلى الفرن. شايفين هلا هيك بعد ما صار لها تقريبا شي ساعة الا ربع. هلا بدي ارفع الغاز، بدي اشغل عليها الغاز وخلي المي هاي تنشف معي. شوف وصلت الريحة لعندكم لسه. انا ما بدي المي تنشف كثير، هيك بكفي. خلي فيها شوية مي. ليش؟ لأنه المي طعمتها بتشهي القلب. هلا هيك شو بدي اعمل؟ بدي ادخلها على الفرن وحمر الوجه. نقول بسم الله وندخلها. هلا بدي حبة ليمون، بدي اعصرها بشكل منيح. نفضيها بالزبدية. نضيف عليها 4 اسنان ثوم مهروسين مع رشة ملح صغيرة. ونحركهم بشكل منيح. وهي اطيب تتبيلة لصينية البطاطا. وهيك عندي الصينية جاهزة، شايفين ما احلى لونها؟ بسم الله ما شاء الله. هلا ممكن نحطه على وجه الصينية، ممكن نخليه على جنب. هاي الثوم والليمون هو اللي بجيب طعمة الصينية. إيه على هاللقمة. ونقول بسم الله. ولا أطيب من هيك صينية فخمة. بنغمسها هيك بالصلصة اللي باقية من البطاطا. ولا أطيب من هيك. صينية بطاطا بالفرن مع الدجاج، شو بدها جنبها؟ بدها جنبها مخلل الباذنجان. جربوها بهالطريقة واعطوني رأيكم بالتعليقات. السلام عليكم.